finishing line of the preparation. احنا قلنا بالمحاضرة اللي راحت انه هو المارجنال انتجريتي يعتمد على الفينشينج لاين. قلنا اكو انواع للفينشينج لاين، خذيناهن من حيث الموقع، هسه راح ناخذهن من حيث الشكل والبريبريشن، يعني شلون يصيرون. الفينشينج لاين كتعريف له، هو طبعا احنا ماخذين هذا السلايد يعني معيود. Is the final margin that separates between the prepared and unprepared tooth structure. This line should be smoothly continuous from one surface to another. Otherwise, it will interfere with the seating of the crown if it's poorly done. يعني في الحالات يعني إذا ما سوينا بشكل صحيح، احنا قلنا لازم يكون smooth، لأن إذا كان rough فراح يجمع أكل فراح يسوي لنا secondary caries. لهذا السبب لازم يكون smoothly continuous. زين. The margin between the prepared and unprepared tooth structure is very critical area. And most failures start from the margin, from this margin. يعني معظم الأخطاء اللي تصير تصير لأن الفينشينج لاين مالتنا ما كان مضبوط. زين. أنواع الفينشينج لاين من حيث الشكل، أكو عندنا ست أنواع. النايف إيج، الشامفر، هيفي شامفر، شولدر، الراديال شولدر، والشورت شولدر وذ بيفل. طبعا احنا الراديال ما راح ناخذه، بس بقية الأجزاء يعني عليها انشرح. زين، أول نوع هو النايف إيج. ليش نستخدم النايف ايج؟ شنو الادفانتجز مالته؟ اولا هو موست كونزرفاتيف تايب اوف ذا فينشينج لاين، يعني احنا اقل كميه ممكنه ناخذها من السن، يعني من السو فينشينج لاين هو هذا النوع، ياخذ كميه كلش قليله بحيث يعني يكون قريب من السطح، الفينشينج لاين قريب من السطح فبالتالي يكون برنشبل اكثر. It is easy to prepare طبعا لان احنا راح ناخذ كميه قليله من السن فيكون يعني هذا الفينشينج لاين سهل ان نسوي. يكون برنشبل تايب اوف فينشينج لاين لان هو قريب من السطح فيكون برنشبل اكثر. برنشينج از ذا فيرذر ادابتيشن اوف ذا مارجن اوف ذا ميتال ريستوريشن تو ذا توث ستراكشر. يعني جاي اعرف البرنشينج شنو يعني؟ هو عباره عن انه نشكل المارجنز مالتنا مال الريستوريشن مالتنا بحيث تماثل شكل السن الاصلي، هاي العمليه يسمونها برنشنج. زين. ليه ما نستخدم النايف ايج؟ بحالتين، في حال عندنا فول ميتال كراون، او في حال اللينجوال اند بروكسيمال سيرفيسز اوف فول فينير كراون او ثري كوارتر كراون او بوست كراون. يعني اذا نستخدمه في حال كان عندنا فول ميتال، او في حال عندنا بوست كراون او ثري كوارتر او فينير بيا اسطح اللينجوال او البروكسيمال اللي هو المزيغ والديستال. زين. الشامفر هو ويل ديفايند فينشينج لاين لايك واكس نايف عفوا لايك نايف ايج فينشينج لاين اكسبت ذات ذا كات از ميد ديبر. يعني هو يشبه النايف ايج الى حد كبير، لكن راح يعني نحفر بعمق اكثر فيكون شنو ليس كونزرفاتيف، راح ناخذ كميه اكبر من السن. فتكون الزاويه الكافو سيرفيس من 130 الى 160. زين. البير اللي نستخدمه على مود نسويه هو الراوند تابرت فيجر بير تو اوبتين ذيس بريبريشن مارجن. It provides adequate space for the cervical region. It can make the contour of the crown restoration without the contour of natural tooth, without over contouring the final restoration. However, the restoration margin obtained of this finishing line is thick, so it is unburnishable. يعني احنا هنا شويه خذينا اكثر من ال من ال شو اسمه اكثر من النايف ايج، سويناه شويه غميق الفينشينج لاين مثل الموجود بهاي الصوره، فالبرنشنج هنا راح يكون اصعب. يعني مو برنشبل، ان برنشبل. يعني يا الاحسن من هاي الناحيه الاحسن هو النايف ايج، لكن حسب ما قال الدكتور فالشامفر هو احسن، اعتقد لان يعني يوفر لنا بلك زياده، لان احنا خذينا كميه اضافيه من السن فبالتالي راح يكون عندنا بلك اضافي. اعتقد هذا السبب الشامفر احسن. على اي حال الاندكيشن مالته نفس الوكس نفس النايف ايج بالضبط، ايضا فول ميتال كراون، وايضا لينجوال والبروكسيمال سيرفيسز اوف فينير كراون ثري كوارتر كراون والبوست كراون. زين. ثالث نوع هو الهيفي شامفر.
هو نفس البريباريشن بالضبط، الفرق انه بدل ما تكون الكافو سيرفيس 130 الى 160 هنا راح تكون 90. This finishing line provides 90 degree curve surface line angle with large radius internal angle. So it provides better support for the ceramic crown. وهاي طبعا هو الانديكيشن مالته، يعني ليه ما تستخدمه؟ Can be used with porcelain, fused to metal, or all ceramic crown restoration. يعني نستخدم في حال اذا porcelain fused to metal او في حالة الكراون. ليش؟ لان هو بروفايد سبورت، لان يوفر سبورت لهذا النوع من الكراون. زين الشولدر رابع نوع او يسمونه البوت شولدر. الشولدر هو الليست كونزرفاتيف، يكون اقلهن يعني اقلهن كونزرفاتيف لان راح ياخذ كميه كبيره من السن of the finishing line to due to excessive amount of tooth structure removed to obtain the this type of finishing line. مثل ما قلنا هو مو preservative. ليش؟ لأن يأخذ كمية كبيرة من السن. In the shoulder finishing line, the axial wall meet the finishing line in right angle. الزاوية هنا راح تكون زاوية قائمة 90 درجة. Flat ended tapered fissure bear، يعني نوع البير اللي نستخدمه هو flat ended tapered fissure bear to obtain this finishing line. إذن هو يكون أقل الأنواع preservative أو العفو conservative، ويكون يعني الزاوية مالت الكافو سيرفيس أو زاوية الالتقاء هي 90 درجة اللي هي زاوية قائمة. ويا من يستخدم this type of finishing line is used when bulk is required for strength or aesthetic. يعني يستخدم في حالة احنا كنا محتاجين bulk. احنا ليه ما محتاجين bulk؟ الجاكيت كراون أو اللي هو البورسلين أو الأكريليك. Jacket crown is made of either porcelain or acrylic resin. ذني النوعين يحتاجن bulk على مود يعني يجمعن strength لأنهن هشات، فيحتاجن bulk، فهذا النوع يكون مناسب لها. Which is a brittle material and require enough thickness to withstand the occlusal force without fracture. مثل ما قلنا هي إن يكون هشات قابلات للكسر، فيحتاج نزود السمك مالتهن على مود يتحمل لنا الضغط. On the other hand, increased thickness provide better shape of material, so it's better aesthetically or for aesthetic reasons. يعني لأن هو راح يوفر لنا عمق كبير، فبالتالي شلون نقول restoration كلها راح يكون uniform color. يعني إذا خليناها رفيعة نوعا ما ال finishing line، يعني راح تكون من ناحية الجنجايفة لون السن الأصلي راح يأثر على لون الكراون، فيصير أكو تباين باللون، يكون السن من فوق إلى لون معين اللي هو لون السيراميك، لكن السن من جوا من ناحية الجنجايفة قريبة من الفينيشنج لاين يعني يجوز راح يكون لونه يعني يختلف لأن يتأثر بلون السن اللي جوا. فإحنا هنا من ناخذ من السن نزود سمك الريستوريشن، فهنا اللي راح يسود اللون مال الريستوريشن، فراح يصير عندنا يونيفورم كلر اللي هو راح يكون شيء أستاتيك يعني. Shoulder with bevel اللي هو نفس الفكرة، لكن الفرق أن نسوي bevel بدرجة 45. Shoulder with bevel is another modification for shoulder finishing line but adding the bevel to the shoulder. هو البيفل بزاوية 45. زين احنا ليش نسوي bevel؟ خب نخليه shoulder اعتيادي. اكو لها فوائد، هاي هي. The bevel provide burnishable margin for the metal that may extend subgingivally. يعني اولا تخلي السطح هنا يكون برنشبل اكثر. ثاني شيء بروفايد انف سبيس فور ذا شيبنج اند كونتورنج، يعني توفر لك مساحه اكثر على مود تسوي الكونتور مال السن مثل الكونتور الاصلي. ريديوس مارجنال ديسيبنسيز اللي هي العفو ديسكريبنسيز اللي هو مثل ما قلنا، مثلا خلينا نقول هو كان بي كاريز، فانت سويت له بريبريشن، من نسوي له preparation الكونتور راح يكون flawed، يعني معيوب، الكونتور راح يكون خربان، فانت من نسوي bevel راح يكون عندك مساحه كافيه على مود مثل ما قلنا تسوي shaping وcontouring للسن، على مود يعني ترجع الكونتور الاصلي مال السن. فهاي ايضا فائده له، يوفر لك مساحه اضافيه على مود تسوي contouring على راحتك. To remove the unsupported enamel طبعا في حال هذا
هاي المنطقة يجوز تكون يعني ستريس بيرنج اريا، فيجوز تنكسر، فالبيفل هنا راح يعني يكون اشبه بالريزيستنس فورم يعني على مود ما ينكسر هسه. زين الانديكيشن احنا ليه ما نستخدمه؟ Indication used combination of metal with facing material porcelain as the full veneer crown where it is used on the labial surface. يعني بعض الأنواع الفينير مثلا يكون السن بشكل عام هو بشي اسمه مصنوع من metal، لكن مثلا labial surface أو facial surface يكون مصنوع من porcelain، فإحنا نستخدمه بهاي الحالات الشولدر وذ بابل، نستخدمه بالليبيال سيرفيس اللي يكون مصنوع من بورسلين. زين الشولدر وذ بابل از ريكومندد فور اكستريملي شورت وولز، يعني يكون اذا السن قصير فبالتالي الوولز مالته راح تكون قصيره، فبهاي الحاله راح يكون الانديكيتد للشولدر وذ بابل. وهذا كل شيء، هاي طبعا يوضح لك البيرات وشلون تسوي البريبريشن، طريقه البريبريشن مختلفه يعني للاطلاع بعد الفول ميتال كراون. ان شاء الله ناخذه باكر او غير وقت.